ميتال جير سوليد 1 اول جزء بقى في السلسله يبقى 3D. زمان بقى في عصور ما قبل ال HD ريزولوشن والامبيانت اوكلوجن والانتي اليزنج والتكتشرز فلترنج انفع شاعر انا. المهم يعني التقنيات اللي احنا بنشوفها في الجيمز الايام دي كانت الناس بقى قدامها زمان كانت تبقى فخوره بانها بتلعب لعبه 3D. والسبب ان كوجيما اضاف كلمه سوليد في الاخر، يعني لو حد فيكم اصلا حاول يشوف البناء اللغوي، حلوه البناء اللغوي دي، هيلاقي ان جمله ميتال جير سوليد مش مترتبه صح، بس كوجيما حط سوليد في الاخر دليل على صلابه الجرافيكس. المهم بقى اللعبه نزلت سنه 1998 على بلاي ستيشن 1، وبعدها بسنه نزلت على بي سي، وكانت بدايه دخول وتعرف ناس كتير جدا على السلسله وانا منهم. ووقتها كانت بالفعل اللعبه الاسست الثيرد بيرسون ستيلث اكشن جيمز، وكانت فعلا على وقتها تطور كبير جدا في عرض القصه بطريقه سينماتيك، وكل الناس انبهرت بيها. طبعا من منظر اللعبه اللي قدامكم هتقولوا ده مجنون ده ولا ايه، خليكم فاكرين دي لعبه نزلت سنه 1998 على بلاي ستيشن 1، بس هعرضها قدامكم بقى من الريميك اللي نزل بقى على الجيم كيوب. اللعبه بتدور سنه 2005 بعد تدمير مشاريع بيج بوس، سواء بقى اوتر هيفن او زنزبار لاند، والجيش الامريكي والسي اي اي جند المرتزق اللي كانوا في الحادثتين دول لحسابهم، وعملوا عليهم تجارب ومشاريع كتير جدا، اهمها مشروع النكست جينيريشن سبيشال فورسز، ودربوهم على اساليب قتال عاليه جدا واسلحهم باسلحه تقنياتها برضو عاليه. وضموا للمشروع ده انجازات مشروع تاني سمعنا عنه قبل كده اسمه سكسيسور بروجكت، تعجين، بالاضافه بقى لخضوعهم لتجارب وتعديلات وراثيه باستخدام جينات بيج بوس. المشروع بقى كانت بدايته مع نول او جراي فوكس بالشكل اللي احنا شفناه في بورتبل اوبس، بس ما كانتش بنفس بقى القدرات، واللي اشرف على المشروع ده اعضاء من الباتريوتس باراميديك وزيرو وساجن. لكن في 2005 بقى حصل تمرد مسلح من اعضاء في فوكس هاوند وسيطروا على قاعده عسكريه لتفكيك الاسلحه النوويه في الاسكا، وكان الجينوم سولجرز اللي طلعوا من المشروع اللي اتكلمنا عنه موجودين في القاعده دي، والمنشقين من فوكس هاوند خلوهم اشتغلوا لحسابهم، وتم أسر شخصين مهمين جدا وهم دونالد أندرسون، ده مدير وكالة ضربة المتخصصة بقى في أبحاث الأسلحة والدفاعات المتطورة، وبالمناسبة دونالد هو سيجنت، وكينس بيكر رئيس شركة عسكرية خاصة اسمها أرمستيك. المنشقين كانوا تحت قيادة ليكويد سنيك، واحد من نتائج مشروع ليزن فون تريبل اللي اتكلمنا عنه في فيديو لوحده لو فاكرين، ويعتبر كده الابن الثاني البيج باس وأخو سوليد سنيك، ومعاه بقى ريفولفر أوسولوت أو أوسولوت ذات نفسه، ده كان أول ظهور ليه في السلسلة، وديكوي أوكتوبس ده كان خبير في التنكر، وسايكو مانتس خبير في تحكم في اي حاجه عن بعد والتليكينيسيس والماين كنترول، وسنايبر وولف باين من اسمها انها خبيره في السنايبنج، وفي فالكن ريفن ده اللي اتميز بضخامه حجمه ومهارته وقدرته على استخدام فالكن جان بتاع طيار الاف 16 بايده. والمجموعه دي هي المفروض انها سيطرت على شادو ماسس. ليه بقى وعاوزين ايه؟ طلب اعتيادي، وان البيت الابيض يقدم لهم مليار دولار، طلب بقى غير اعتيادي وهو جثه بيج باس، والا بقى هيتم ضرب مدن امريكيه باستخدام السلاح النووي اللي امريكا بتطوره في شادو ماسس. واللي انا قلته في الدقائق اللي فاتت اعتقد انه يعتبر سبب كافي ان انا ابتديت الكلام معاكم عن السلسله بترتيب الاحداث مش بترتيب النزول، وده بسبب وجود شخصيات زي سيجنت او دونالد اندرسون واصلت وشخصيات تانية هنذكرها قدام. روي كامبل بقى بعد تقاعده من فوكس هاوند رجع بقى اخد امر بضروره تولي مهمه انقاذ الرهاين واغتيال مجموعه المنشقين من فوكس هاوند واللي سموا نفسهم سانز اوف بيج باس. وروي كامبل استعان باكتر شخص يثق فيه عشان يقوم بالمهمه دي، وهو سوليد سنيك، واللي كان استقال من فوكس هاوند وعاش في عزله في الاسكا بعد لما بقى شبه مدمر نفسيا من المهمات اللي قام بيها. روي كامبل طلب منه انه ينفذ المهمه دي عشان من ضمن الرهائن في شادو ماسس بنت اخوه ميرل، ونجح روي بمساعده واحده من فريق اداره المهمه وهي نيومي هانتر في اقناع سنيك بان هم ضروري ان هم يقوموا بالمهمه دي. واستعدادا بقى للمهمه نيومي حقنته بنانو ماشينز عشان يتم مراقبه الاشارات الحيويه من ضغط ودم سكر وهكذا. خلي بالكم ان النانو ماشينز بقى هتلعب دور بقى حيوي تقريبا في كل الاجزاء اللي جايه. وتم انزال سنيك بقى في شادو ماسس بطريقه غير اعتياديه عن طريق توربيد او غواصه صغيره. سنيك اول ما تسلل للمكان بدا يتعرف على طبيعه مهمته من شخصيات بيكلمها عن طريق الكودك راديو من حين لاخر زي ميلينج وناتاشا رومنينكو وكازوهيرا ميلر تاني اللي برضه المفروض انه كان استقال وبيتابع المهمه دي معاهم بره مقر ادارتها. المفروض بقى ان هم ادوا له معلومات عن المكان المحتمل يكون محبوس فيه الرهاين، ومن خلال بقى الجيم بلاي وصل سنيك لاول شخص وهو دونالد اندرسون او سيجنت،
وقال له ان المكان ده مفروض مش زي ما هو معروف انه مستودع لتفكيك الاسلحة النووية، انما هو عبارة عن منشأة ابحاث لسلاح نووي اسمه ميتال جير راكس، والمفروض ان في شخص اسمه سايكو مانتس قدر انه يقرا افكاره واخد الباسورد الخاص بيه لتشغيل ميتال جير، ومفروض بقى ان كينيس بيكر معاه باسورد تاني خاص بيه، ومفيش حل لتوقيف ميتال جير الا 3 كروت اسمهم اوفر رايدنج بالكيز. ودونالد وقتها وهو بيكلم سنيك بدا يحس بوجع في صدره اشبه بوجع النوبه القلبيه، وخلته يتالم لفتره طويله ومات بعدها باعراض شبيهه بالنوبه القلبيه. وفي نفس الوقت كان في الزنزانه اللي جنبه واحده محبوسه وهي ميرن اللي نجحت في انها تهرب، وسنيك اول ما خرج من الزنزانه لاحظ وجود عسكري عريان وشخص بيحاول انه يخليه يستسلم من ظهره، وتاكد انها مش راجل وحاول يوقفها وتاكد انها ميرن. سايكو مانتس بقى بدا يحس بوجود سنيك من خلال بقى قدرات التليكنيسيس بتاعته، وبدا يظهر له زي التهيؤات كده، وسنيك بقى كمل مهمته وقدر يوصل بقى لكينيس بيكر اللي كان موجود في اوضه وسطها عمود وهو مربوط بقى على العمود ده وحواليه سي 4 ترابس كتيره. سنيك اول ما دخل الاوضه دي ضرب عليه طلقه تحذيريه من شخص معروف وهو اصلا قدم نفسه بقى بطبيعته المليانه غرور، ودارت بينه وبين سنيك بوس فايت، لكن للاسف ما كملتش بسبب ان شخص اتدخل بطريقه غريبه، والشخص ده كان اشبه بنينجا وتسبب في قطع ايد اصلت بالكتانة اللي معاه. اصلت هرب من المكان وساب سنيك بقى يواجه النينجا ده، لكنه بقى اختفى هو كمان وساب بقى سنيك مع كينيس بيكر. كينيس بيكر قال له ان ميرل هي اللي معاها بالكيز، واداله هنت بقى ازاي يوصل للكود الكي بتاع ميرل، وقال له انه موجود على ظهر العلبه. ده بقى بازل سابه كوجيما بقى لاي حد بيلعب اللعبه، المقصود بيه بقى انه يروح يبص على ظهر العلبه بتاعت اللعبه نفسها، وهيلاقي فعلا كان الكود مكتوب وراها. ما علينا، كان راجل مجنون يعني. وكمل بقى كينيس وقال له انه ضروري يلاقي بقى مهندس اسمه هال امريك، وهو المهندس اللي كان مشرف على تطوير ميتال جير راكس. بعد كده بقى اداله ديسك عليه معلومات اللي تخص ميتال جير وجينوم سولجرز، وساله سناك على السايبورغ نينجا اللي قطع دراع اوصلت، وقال له ان ده واحد من المشاريع السريه والسودا لفوكس هاوند، وما ادالوش بقى اي تفاصيل كتير عنه. بس لما كلمه بقى عن ميتال جير قال له نفس المعلومات اللي عرفناها في الفيديوهات اللي فاتت، اللي هي كانت جديده بالنسبه لاي حد لسه لاعب اللعبه اول ما نزلت، وهي ان ميتال جير عباره عن دبابه عملاقه عندها قدره انها تشيل اسلحه نوويه وتتنقل بيها سهولة وتضربها من اي مكان بدون الحاجة بقى القاعدة عسكرية خاصة يضرب بيها السلاح ده، والمفروض ان تم تصميمها على اساس انها تبقى سلاح رادع، ودي نفس الفكرة اللي اعتمد عليها كولدمان في بيس ووكر. بالاضافة بقى ان كينيس بيكر اكد له ان بتصرف عليها اللي هو بقى وصفه بالميزانية السوداء للبنتاجون. وحصل بقى لكينيس بيكر نفس اللي حصل لدونالد اندرسون بقى من ازمة قلبية خلته يموت وعقدت الموضوع اكتر قدام سنيك. سنيك بقى اتكلم مع روي كامبل عن طريق الكودك راديو عشان يوضح له ايه اللي بيحصل في المكان ده، ناس بتموت بدون سبب ولا مقدمات، وسايبرغ نينجا بيختفي في المكان. بس روي كامبل ما ادالوش اي اجابه مفيده وقال له ان زيه ما عندوش اي فكره عن اللي بيحصل. نيومي قالت لسنيك انها ما عندهاش معلومات عن السايبرغ نينجا لان مش شغلها في فوكس هاوند، ما كانش في اي نوع من انواع التجارب لانتاج حاجه زي كده. سنيك بعد لما عرف يوصل بقى لميرل طلب بقى مساعدتها انه يوصل بقى لدكتور هال امريك، والمعمل بتاعه كان بقى في مبنى تاني، المدخل بتاعه من مخزن بضائع. ميرل ساعدته انه يفتح باب المخزن ده، ولما خرج من المكان اللي هو فيه استقبل مكالمه من شخص اسمه ديب سرات، وقال له انه فان لي وحذره من وجود الغام في المكان بالاضافه لوجود دبابه ايبرامز بتحرس من مدخل المخزن اللي رايح يخشه. وسنيك بقى تعقدت الامور عليه اكتر، معرفش مين هو الديب سرات، وبالفعل الديب سرات ما كدبش ولقى في المكان الغام مزروعه بالاضافه للدبابه اللي كان بيسوقها فالكون ريفن، ودي كانت اول مواجهه بينهم هما الاثنين. سنيك نجح في تعطيل الدبابه برامي بقى جرنيدز اللي معاه على فتحه برج الدبابه وعطلها، وكمل طريقه بقى ووصل للمكتب بتاع هال امريك، ومع وصوله بقى تقريبا كان بيحصل اللي اشبه بالمذبحه على ايد بقى السايبرغ نينجا، وضحايا المذبحه دي عساكر كان بيمنعوا دخوله لمكتب هال امريك. سنيك جه ورا النينجا ده ولقاه واقف قدام هال امريك اللي كان مرعوب منه لدرجه انه عملها على روحه، وطلب منه يبعد تماما عن هال، وبدا بقى يلاحظ ان اسلوب كلامه وحركته مش غريب عليه. ولما طلب بقى تفسير للمره الثانيه من روي كامبل ونيومي هانتر محدش اداله معلومه مفيده، خاصه ان نيومي بدات تتكلم بطريقه غريبه هي كمان. سنيك دخل بقى في مواجهه مع النينجا اللي كان بيتحرك بسرعه مش طبيعيه وبيصد الرصاص بسيفه، وسنيك بعد المعركه الصعبه والطويله دي بدا يعرف مين اللي قدامه، ده غير ان النينجا بدا يتكلم ويقول له جمل ما قالهاش حد لسنيك الا شخص واحد بس، جراي فوكس. سنيك بقى ما صدقش واتصدم من اللي شايفه قدامه، وكان متاكد انه قتل زميله وصاحبه جراي فوكس في زنزبار لما رماه في حقل الغام. لكن اللحظه بقى اللي جراي فوكس كشف بقى الحقيقه دي حصل له حاله تشنج خلته بقى يصرخ كانه بيموت، والاكس سكيلتون اللي على جسمه بدا يطلع بقى زي شحنات كهرباء دمرت كل الاجهزه اللي موجوده في المكان واختفى بشكل مفاجئ تاني.
سنيك رجع بقى عشان يعرف ايه اللي حصل بقى من روي كامبل ونيومي. نيومي بالتحديد ما قدرتش انها تخبي اكتر من كده، وقالت ان جراي فوكس في زنزبار حالته كانت مزرية، ما كانش فيه امل حتى انه يعيش كانسان طبيعي. لكن للاسف دكتور كلارك رئيس الابحاث الطبيه فوكس هاوند او باراميديك عملت عليه ابحاث وجيناتك ثيرابي وعوضت بقى اطرافه باكسوسكيلتون، في الاخر بقى شمل جسمه كله. والابحاث بقى اللي اتعملت عليه هي اللي ادت في الاخر للوصول للنتيجه اللي هي اكثر توازن وشافها قدامه من خلال الجينوم سولجرز اللي موجودين في المكان. روي كامبل انكر معرفته بكل المعلومات دي، ونيومي اكدت انها معلومات كانت سريه بشكل كبير. وسنيك بقى فضل شاكك في كل اللي بيحصل، ان اكيد في حاجه تانية نيومي مخبيها. بعد كده بقى كلم هال امريك اللي اكتشف ان هو كمان كان مضحوك عليه، ومفهمينه ان هو بيصمم باي بادل تانك لمواجهه اي صواريخ نوويه او صواريخ عابره للقارات عن طريق الريل جان اللي على ظهرها، وان امكانيه ضربها لاي وور هيد بتبقى الاغراض دفاعيه. سنيك اكد له حسب كلام بقى كينيس بيكر ان المفروض ان ميتال جير ريكس كان هيتم تجربتها قبل التمرد المسلح ده، وكان عن طريق بس سلاح نووي مزيف، والغرض الاساسي من السلاح ده انه يكون سلاح رادع. لكن هال بقى ما كانش مصدق انه ضحك عليه وتم استغلاله في انتاج سلاح نووي، وكان مفكر انه بينتج سلاح هيساعد على وقف خطر الاسلحه النوويه نفسها، وشاف ان مشاركة بقى في خطر الاسلحه النوويه بقى اقرب لشيء وراثي في عيلته. جده اشتغل في مشروع انتاج اول قنبله نوويه وهو منهاتن بروجكت، وابوه بقى هيوي امريك فاكرينه اتولد يوم ضرب هيروشيما، وطبعا احنا عارفين انه شارك بقى في تصميم اول نماذج من ميتال جير. هال بقى اداله معلومات اكتر عن ميتال جير، وقاله لو هيتم استخدام الاوفر رايد كيز مفروض انه يدمر ميتال جير برضه، وعرض عليه تقديم المساعده من خلال المعلومات عشان يدمر ميتال جير، وقاله عن النيك نيم بتاعه اللي استخدمه بدل هال امريك وهو تاكو. سنيك بعد كده قابل ميرل اخيرا وادت له اوفر رايد كي واحد بس، والمفروض ان كان فيه ثلاثة. الاثنين بعد لما اتفقوا على الخطه اللي المفروض ان هم هيمشوا عليها، وان ميرل تقلل شويه من حته التهور عندها وتبقى قد المسؤوليه، استعدوا ان هم يتجهوا للبرج اللي منه هيروح للمخزن الخاص بميتال جير ريكس، وبدأوا يلاحظوا ان مفيش اي حراسة في المكان تماما. وبدأ بقى اول واحد من اعضاء فوكس هاوند المنشقين يتلاعب بيهم وبقدراته بقى، وهو السايكو مانتس، وبدأ بقى يستخدم قدراته بشكل كبير على ميرل ويتحكم فيها ويخليها تتصرف تصرفات غريبة، بالإضافة انها تهدد سنيك. سنيك غيبة عن الوعي عشان يعرف بقى يفوق السايكو مانتس، واللي ظهر بعد كده وبدأ يتحكم في المكان من حوله ويخلي سنيك بقى يشوف يعني إلوجنز كتير. والبوس فايت بتاع السايكو مانتس ما كانتش تقل غرابة عن اللي بيشوفه سنيك قدامه. سنيك بعد لما هزم سايكو مانتس بدأ بقى يقول لهم على ان في مصير ومستقبل مضطرب في انتظارهم، وقعد يحكي عن السبب ان جسمه كله اتحرق في حادثه بقى هو تسبب فيها بقدراته وحرق القريه اللي كان عايش فيها. في طريقهم بقى للبرج حصل بقى ان سنايبر وولف ظهرت لاول مره وبدات تضرب على ميرل في رجلها ودراعها، وحاولت بقى انها تستخدمها زي مصيده عشان تخلي سنيك يظهر في مرمى الرصاص. سنيك اضطر ان هو يرجع من مكان ما جه عشان يقدر انه يجيب سنايبر رايفل يستخدمها ضد سنايبر وولف، بس للاسف مع بال ما رجع كانت قبض على ميرل، واعترضوا بقى مجموعه عساكر من فوكس هاوند، لكن سنايبر وولف بقى وقفته وما خلتوش يقدر ان هو يواجه العساكر دول. للاسف بقى سنيك اتقبض عليه وتغيب عن الوعي، وبعد كده بقى صحي لقى نفسه مربوط في جهاز يعتبر من الادوات اصلت اللي بيستخدمها للتعذيب والاستجواب، وقابل لاول مره ليكويد سنيك قدام عينه واللي كان بيلمح في الكلام عن علاقتهم ببعض وكونهم اخوه. واصل بقى اخد من سنيك الديسك اللي ادهوله كان سبيكر وابتدى يعذبه عشان يعرف فين بقيه الاوفر رايد كيز، لكن سنيك بتدريبه على مواجهه التعذيب قدر يقاوم شويه. وبعد لما وصلت بقى الزهق خلى الحراس يموف زنزانه واتفاجئ بوجود جثه دونالد اندرسون جنبه، رغم بقى من غرابه المكان اللي يترمي فيه جثه بني ادم، لكن الجثه نفسها كانت بتتحلل، والمفروض بقى ان اي جثه عشان تخش في مرحله التحلل دي يكون عدى عليها ايام، لكن دونالد اندرسون مات من حوالي ساعات. سنيك عرف انه يوصل بقى انه يكلم روي كامبل، ووقتها كان فاض بيه ودخل في مناقشه حاميه معاه، وطلب من خلال المناقشه دي انه يعرف ليه ما تقلوش في الاول ان في سلاح نووي غير اعتيادي اسمه ميتال جير ريكس. وكامبل بقى ما لقاش قدامه اي فرصه ان هو يتهرب، واعترف لسنيك ان حتى الرئيس الامريكي ما يعرفش حاجه عن المشروع ده اصلا، الموضوع بيتم بسريه تامه من خلال البنتاجون، ومش عاوزين الرئيس الامريكي يعرف عشان ما ياخدش قرار بوقف المشروع بناء بقى على اتفاقيات لحظر تطوير الاسلحه النوويه وانتشارها. حتى بقى لو كان موافق من الممكن كانت تخرج معلومات لعامه الناس تاثر على سمعه امريكا بشكل كبير. ونيومي قالت ان برضه ما كانش ينفع ان هم يسلموا جثه بيج باس بسبب ان احتفاظ امريكا بجثته هيخلي بقى امريكا يظهر انها اخلت برضه باتفاقيات بحظر اي تجارب وراثيه، وتسليم جثه بيج باس
ممكن تتسبب في فتح التجارب ديت، وخصوصا بقى مشروع زي جينوم سولجر. سنيك اتعرض بقى لاكتر من جلسه استجواب على تعذيب وما طلعش فيها اي معلومات بسبب ان هو معهوش اصلا اي معلومه او يعرف مكان الاوفر رايت كيز التانيين. ولما رجع الزنزانه تاني قابله بقى اوتاكون اللي ساعده بشويه حاجات عشان يهرب بيها، وباستخدام بقى حيله قديمه انه يمثل انه ميت، واحد من الحراس دخل بقى الزنزانه وسنيك عرف يغيبه عن الوعي ويهرب من الزنزانه دي. سنيك اول ما جه بقى ياخد ادواته استقبل اتصال تاني من ديب سروت الشخص المجهول ده، وقالوا ان الصندوق اللي كان محطوط فيه ادواته متفخخ بقى بمتفجرات وساعده على انه يوقفها، وفضل بقى مستغرب من ديب سروت بيساعده ليه ومين هو. بعد كده طلع فوق البرج اخيرا، واول ما كان لسه بيتحرك عشان يروح للباب اللي هينزل منه على المنطقه اللي بتودي للمدخل المخزن اللي تحت الارض وفيه ميتال جير راكس، لقى ان في طياره هاين دي اللي كان بقى بيستخدمها الليكويد دمرت بقى طبق ارسال ضخم، وستينج بقى استخدم حبل عشان يرجع جوه البرج تاني، ومن خلال بقى بوس فايت استعان فيها بمدفع ستينجر عشان يوقع الطياره. وفي وسط الفايت دي بقى الليكويد بقى رجع ان هو يذكر علاقه الاخوه ما بينهم، ووعده بان هو يبعته لابوهم اللي هو بيج باص اللي قتله بايده. ستينج بقى ما بقاش فاهم اي حاجه وايه اللي الليكويد يقصده، لكن ده ما وقفوش على انه يعطر طياره ليكويد بالستينجر، وفي اللحظه دي فكر ان الليكويد مات وخلص منه. بعد بقى لما نزل واستخدم الاليفيتور عشان يوصل بقى المدخل المخزن اللي تحت الارض، في اللحظه دي ضرب عليه رصاص سنايبر، وسنيك استخبى وكلم اوتاكون عشان يعرف لو في سنايبرز في المكان فعلا ولا لا. اوتاكون عرف انها سنايبر وولف، واللي من كلامه قال لسنيك انه معجب بيها وطلب منه ان هو ما يقتلهاش بسبب انها على عكس ما سنيك متخيل ساعدت اوتاكون وقت احتلال شادو موسز وما خلتش اي حد يأذيه. سنيك بقى رفض انه يسمع كلام شخص معمي باعجابه بواحده، وخاصه لو كانت بتهدد حياته. دخل معاها في بوس فايت، كل واحد منهم استغل مهارته في السنايبنج بشكل كبير، ومع الوقت عرف ان هو يصيب سنايبر وولف بطنها، واستغل انها بتنزف وجه بسرعه رصاصه انهت المعركه بينهم. سنايك بقى راح عند سنايبر وولف وهي بتموت، حكت بقى قصتها بشكل مختصر بان ليها اصول كرديه وعانت لفتره طويله في صغرها من الحرب، لكن جه شخص وهو بيج باس خرجها من جحيم الحرب اللي عاشت فيها وكونها بقى اللاجئه، ورباها ودربها من صغرها، وقالت له ان بيج باس مش زي ما بعض الناس مفكراه وانه انسان عظيم، وقالت له ان في شبه كبير جدا منه، وطلبت من سنايك بقى انه يموتها وما يسيبهاش تتعذب. في اللحظة دي بقى اوتاكون كان بالفعل كلامه وردة فعله والانهيار اللي كان فيه يدل على انه فعلا كان معجب بيها وبيحبها والكلام ده. سنيك بقى قتل سنايبر وولف وكمل مهمته ناحية المخزن اللي تحت الارض، اتصل بيه ميلر وحذره من شخص معين معاهم في ادارة العملية دي كلها، وهي نيومي هانتر، واكد له بكذا دليل على انها بتكذب عليهم وفي تفاصيل تخص مين والدها وانه كان شغال في الاف بي اي، ويعني كل دي ممكن تكون قصة متألفة. قال له كمان انها ممكن تكون جاسوسة وعلى علاقة بالارهابيين اللي موجودين في شادو موسس، او ليها علاقه بشكل كبير جدا بالسايبرج نينجا او جراي فوكس. سنيك بقى بدخوله المخزن دخل في بوس فايت تانية مع فولكن ريفن، وقدر بقى يهزمه باستخدام الغام الكليمر. فولكن ريفن قبل ما يموت قال له برضه ان دونالد اندرسون اللي كان في الزنزانه وشافه بيموت قدام عينه مش دونالد خالص، وقال ان ده واحد من اعضاء فوكس هاوند اللي كان معاهم وهو ديكوي اوكتوبس، واللي قدر يتنكر في شكل اكتر من احترافي صوره دونالد اندرسون. وسنيك ساله ليه عملوا حاجه زي كده، قال ده جزء من اللغز اللي هيسيبه يكتشفه لوحده. ميلر رجع تاني لسنيك عشان يقول له ايه الجديد اللي عرفه بخصوص نيومي، وكان معاهم كامبل، وقال لهم ان نيومي الحقيقيه اختفت في دوله معينه في الشرق الاوسط من سنين، واللي معاهم في المهمه دي واحده بتنتحل شخصيتها. واغرب نقطه سنيك لاحظها انها شغاله في فوكس هاوند وتعرف حاجات سريه عن الوحده، وسال كامبل هل هي اطلعت بقى على اي معلومات سريه، وللاسف بان القلق على صوت كامبل اللي اكد بشكل غير مباشر ان في مصيبه حصلت، وتقريبا كده الموضوع ليه علاقه بموت دونالد اندرسون وانتحال شخصيته من ديكوي اوكتوبس. مرضاش بقى يوضح اكتر من كده، وطلب منهم قبل ما يقبض عليه انه لازم يتاكد من اللي بيحصل ده. ميلر من خلال بقى خط اتصال متامن بعدها طلب من سنيك عدم الوثوق في كامبل ويكمل مهمته ويوقف ميتال جير. بعد لما وصل بقى للمخزن اللي فيه ميتال جير ولقاه بقى فاضي تماما وما فيهوش اي حراسه، كلم اوتاكون عشان يعرف ايه اللي بيحصل هنا وازاي يستخدم الاوفر رايد كيز اللي معاه. وتاكون كان بيحاول انه يعمل هاك للكمبيوتر الخاص بقى بكين سبيكر عشان يعرف ازاي يستخدمه الكيس دي، بس الفكره بقى انه اكتشف معلومات مهمه جدا عن ميتال جير ريكس وفكره السلاح النووي الخاص بيها، واللي بتضرب بقى عن طريق الريل جان عشان ما فيش اي وسيله تكشف عن الوور هيد ده بعد ما يتضرب. وقال سنيك كمان على حاله الفساد والرشاوي اللي كان بيقدمها كين سبيكر لمؤسسه داربا ومديرها بالتحديد اللي هو دونالد اندرسون، وان استخدام ليكويد بقى الميتال جير في الوقت ده جاي في وقت توقيع معاهده جديده لحد من انتشار السلاح
النووية وظهور بقى ميتال جير ريكس بشكل عام هيهدد امريكا بتعرضها للاحراج بشكل كبير جدا قدام المجتمع الدولي. سنيك بقى وصل لكنترول روم كان فيها ليكويد واصلت وكانوا بيتكلموا عن الخطوة الاخيرة في خطتهم. اصلت كان اقترح ضرب واحدة من المدن الموجودة في روسيا، لكن ليكويد اقترح منطقة في الصين عبارة عن مساحة لتجربة الاسلحة النووية، والسبب في كده انه شايف ضرب منطقة مدنية وقتل عدد كبير من المدنيين مش هيدي اي فرصة للتفاوض على اي حاجة في المستقبل، وكمان هيخلي بقى الدول النووية في اسيا زي الصين هند باكستان تقف قدام امريكا. ده غير ان حاجة زي كده ممكن تخلي امريكا وهي مضطرة تحكي شوية اسرار تخص تطوير الاسلحة النووية عندها، ولو حصل بقى ان هم اخدوا من امريكا مطلبهم اللي هو بتقديم مليار دولار وقصة بيك باس، هيقدروا ان هم يستخدموا جينات بيك باس عشان يحسنوا بقى قدرات الجينوم سولجرز ويعالجوا مرض وراثي وسطهم ويطوروا علاج لفيروس اسمه فوكس داي، وينضم ليهم قائد عسكري روسي اسمه سيرجي جلوروكوفيتش بالمجندين اللي معاه ويحولوا منطقة شادو موسز لأوتر هيفن جديدة. بعد لما سنيك سمع المناقشة دي استقبل اخيرا بقى مكالمة من اوتاكون وشرح له ازاي بقى يستخدم الاوفر رايد كيز وفين الاتنين التانيين اللي لازم يستخدمهم مع بعض. واللي عرفه اوتاكون ان الكي اللي مع سنيك متصنع من مادة خيالية من وحي خيال كوجيما اسمها شيب ميموري الوي، واللي بتشكل نفسها حسب درجات الحرارة المختلفة، ومن خلال بقى الجيم بلاي سنيك ابتدى يدور على مصادر درجات حرارة مختلفة تساعده على انه يطلع الكيز التانية. ومع ادخال بقى الليكويد للاكواد لاول مرة، استخدام الكيز دي بعدها هيخليها تقوم بمهمة الاوفر رايدنج. سنيك بعد لما رجع للكنترول روم بعد لما لفت انتباه اصلت وليكويد عشان يدوروا عليه ويسيبوا المكان اللي كانوا فيه، رجع بثلاثة كي كاردز وبدا يستخدمهم، واستقبل مكالمة بقى من ماستر ميلر وقال له بقى على معلومات جديدة تخص نيومي هانتر انها علاقة بمشروع تطوير سلاح بيولوجي بيتم استخدامه بشكل جديد في الاغتيالات واسمه فوكس داي. وموت بقى كينيس بيكر ودونالد اندرسون اللي كان اشبه بأزمة قلبية مرتبط بالسلاح البيولوجي ده واسمه فوكس داي، وسألوا بقى هل ممكن تكون نيومي حقنته بأي حاجة قبل المهمة، وافتكر طبعا انها حقنته بنانو ماشينز، وبعد كده اكد له انه ممكن يكون مصاب بالفيروس دوت. ومفروض ان كامبل قال لهم انه قبض عليها واحتجزها وانكر معرفته باي معلومه تخص فوكس داي. في وسط عمليه ادخال الكيس بقى نيومي من خلال خط متامن عرفت تتواصل مع سنيك، وبدأ بقى تعترف له بالحقيقه وقالت له انه ممكن يعتبرها جاسوسه، وهي تعتبر اخت فرانك ييجر او جراي فوكس اللي سنيك حاول يقتله في زنزبار لاند. وحكت بقى لسنيك عن اصولها وطفولتها اللي تقريبا مش فاكره منها الا انها كانت طفله لقت نفسها في وسط حرب اهليه في روديشيا او موزمبيق، وطفل من الاطفال اللي شاركوا في الحرب دي اعتبرها زي اخته ورباها لحد لما قابله بيك باس. فضلت بقى انها تدرس الهندسه الوراثيه عشان طول عمرها نفسها انها تعرف اصولها، ولما سنيك بقى قتل اخوها او حاول يعني قررت انها تنضم للفوكس هاوند وتحاول تستغل اي فرصه لاغتيال سنيك. وتطوير بقى فيروس فوكس داي كان فرصه كبيره بالنسبه لها. طريقة شغل الفيروس ده ان فيه زي انزيمز بيتم برمجتها انها تستهدف اشخاص معينين حسب الدي ان ايه بتاعهم ويتسبب بقى حاجة اشبه بأزمة قلبية. وقالت له بقى رغم من كراهيتها ليه انه تسبب بقى في اعاقة اخوها وتحول بقى الفار تجارب تاني الفوكس هاوند، الا ان حقنه فوكس داي اصلا ده جزء من المهمة. قبل بقى من يومي تكشف حقيقة النقطة دي، الحراس اكتشفوا انها بتكلم حد وقبضوا عليها، وكامبل قطع الاتصال. سنيك بقى اتهمه بانه خانه وكذب عليه تاني، وقالوا انه ضروري ان يكمل المهمه في الوقت الحالي لان في ناس عندهم استعداد ان هم يستخدموا اسلحه نوويه وبيشكلوا خطر على ناس كتير جدا. سنيك بقى بعد لما شغل الاوفر رايد كيز لقى ان الكيز كلها عملت اكتيفيتنج لميتال جير ريكس وما عملتش العكس اللي المفروض كان يحصل. اتصل بيه ميلر واللي بمنتهى الغرابه شكروا على تفعيل ميتال جير، لانهم في الاول ما كانوش عارفين ازاي يفعلوا ميتال جير باستخدام الكيز دي من اول مره، وقدرات سايكو مانتس ما نفعتهمش واصلت موت ضربه شيف في عمليه الاستجواب، وما كانوش فاهمين فكره الميموري شيب الوي دي شغاله ازاي. واستغلوا بقى وجود سنيك بان هم خلوا ديكوي اكتوبس يتنكر في شكل ضربة شيف، حتى برضه استخدم دمه جوه جسمه، ومع مقابلته بقى لسنيك الفيروس اتفعل وموت ديكوي اكتوبس. لكن عرفوا بقى بالخطوه دي يحطوا سنيك على اول طريق ان هو يلاقي الاوفر رايدنج كيز وازاي يستخدمها. ليه ماستر ميلر بقى مره واحده يقول لسنيك حاجه زي كده ويخونهم من اول المهمه؟ الاجابه كانت بتدخل كامبل في المكالمه دي ويقول له بقى ان اللي بيكلمه مش ماستر ميلر، وان هم لقوه ماستر ميلر الحقيقي بقاله 3 ايام ميت في شقته واللي المفروض كان بيتابع المهمه من خلالها. وليكويد بقى كشف عن نفسه في اللحظه دي وقال لسنيك انه كان منتحل شخصيه ماستر ميلر طول الوقت ده. سنيك بقى اعترض ليكويد بعد لما شافه جنب الكنترول روم، وليكويد بدا يلعب معاه لعبه نفسيه شويه ويوضح له انه مجرد اداه بيتم استخدامها ومهمته ما كانتش بشكل اساسي انه يغتال فوكس هاوند ويدمر ميتال جير وينقذ الرهائن. سنيك كان عباره عن اداه البنتاجون استخدمها بغرض نقل مرض فوكس داي للشادو موسس ويقتل كينيس بيكر ودونالد اندرسون
اندرسون وقدروا بعد كده يستعيدوا جثث الجينوم سولجرز وميتال جير بدون تدميرها. لكن الموضوع بقى استغلته نيومي بغرض بقى الانتقام وخلت الفيروس في جسمه يهاجمه هو كمان، وبدا بقى يشرح لسنيك ازاي ان هما الاثنين مش مجرد توأم عادي، وحكى له قصه مشروع ليزون فان تريب اللي هما الاثنين جزء من نتائجه، وعبر بقى عن مدى كرهه لسنيك وللعنه اللي سابتهم فيها الجينات بتاعت بيج باس، وقال انه المفروض ان هو افضل منه على الاقل مش بيحاول ينكر ويبعد عن الليجاسي اللي كان عاوز يعمله بيج باس. وسنيك بقى دخل في بوس فايت ضد الروبوت سلاش دبابه الضخمه ومستعين بقى بنصايح كامبل واوتاكون، وان بضروري بقى انه يستهدف وحده الرادار اللي موجوده على ظهر ريكس، واللي المفروض ان بيدي بقى مشهد كامل لليكويد عن طريق السكاننج لاي حاجه بتحصل قدام ريكس، وتدميرها بقى هيخليه يضطر انه يفتح الكوكبيت ويظهر ويقدر سنيك انه يقتله. من خلال الجيم بلاي بقى والبوس فايت اللي بتقدر انك انت تضرب عدد لا باس منه من الستينجر ميسلز على الرادار، للاسف بقى سنيك بيكتشف ان اللي كان بيعمله مش كافي، وليكويد بقى بيتجه انه يدوس على سنيك برجل ميتال جير، ويتدخل بقى في اللحظه دي جراي فوكس ويستخدم كامل قوه الاكسو سكيلتون اللي هو لابسه عشان يوقف ريكس. سنيك استغل الفرصه دي واستخبى ورا كونتينرز، وجراي فوكس حاول يكمل على الرادار ودمره بشكل جزئي، وتسبب بقى في تعطيل السكاننج جوه الكوكبيت بشكل مؤقت. جراي فوكس قال لسنيك ان هو الشخص اللي اسمه ديب سرات اللي كان بيساعده طول المهمه، وسال جراي فوكس ليه كل ده، هو عاوز ايه، وليه نيومي اخته حقنته بفوكس داي بغرض انها تنتقم. جراي فوكس شبه بقى نفسه بانه سجين للموت، بمعنى حياته من صغره مرتبطه بالقتل والحرب، وانه يبقى فار تجارب اكتر من مره. حتى عيله نيومي اللي طول عمرها نفسها تعرف ايه اللي حصل لهم وايه اصولهم هو اللي قتلهم، وجاله عقده ذنب تسببت في انه يربي نيومي كانها اخته، وقال له بقى انه مش هيقدر يوقف نيومي، وطلب منه ان هو اللي يقوم بكده ويقول لها على حقيقه عيلتها. جراي فوكس بعد لما لاحظ ان الميتال جير ريكس بدات توضح الرؤيه لليكويد تاني جوه الكوكبيت، بدا ان يحاول تاني انه يدمر الرادار، بس للاسف ليكويد قطع دراعه بالليزر كانون، وقبل ما يحاول بقى التاني انه يستخدم الريال جان اللي كان في ايده السليمه، ليكويد ممكن نقول انه فعصه في الحيطه. بعد المواجهه دي سنيك لاحظ ان الكوكبيت اتفتحت، وده بقى دليل على تدمير الرادار بشكل كامل، وفوكس قال له لازم انه يستخدم الستنجر ويدمر ميتال جير. ليكويد بقى شك في ان سنيك هيبقى عنده القدره انه يعمل حاجه زي كده، واستغل ضعف وتاخير بقى سنيك في انه يتخذ القرار ده، واللي تسبب طبعا في موت جراي فوكس. وقع بقى جراي فوكس بقى على الارض، وبعد كده ليكويد بدا يدوس عليه برجل ميتال جير عشان يدمر الاكسو سكيلتون بتاعه. جراي فوكس في اخر لحظه قال لسنيك ان الحرب وان هما يحاربوا ويعيشوا وسطها احسن حاجه هما الاثنين يقدروا يعملوها، بس هو على الاقل ما كانش اداه في ايد اي حكومه او سياسيين، وكان بيحارب عشان اللي بيؤمن بيه واللي شاف ان ضميره بيمليه عليه. الاكسو سكيلتون ما قدرش يستحمل اكتر من كده، وبشكل بقى خلى ميتال جير ريكس تدوس على جراي فوكس كانه حشره، وليكويد بقى مسح بجثته ارض المكان، وفضل بقى يوبخ في سنيك ان هو جبان وما قدرش يحمي اي حد. بعد كده بقى سنيك دخل في المرحله الاخيره في مواجهته ضد اخوه وميتال جير ريكس، وقدر بقى انه يدمرها بشكل كبير، والانفجار الناجم عنها ادى انه يغمى عليه. وبعد لما صحي بقى لقى نفسه مرمي على سطح ميتال جير وهي مدمره تقريبا، وايديه مربوطين، وليكويد قدامه واقف، وكان بيفكروا ان هو مات في تدمير ميتال جير. ليكويد قال له ان تدمير ميتال جير مش هيكون انهاء لحاله بقى حربه، انه يحقق بقى حلم بيج باس، وان يخلي العالم مكان للمجندين ليهم قيمه فيه زي زمان، مش مجرد ادوات في ايد حد، وخصوصا انه يبقى مكان لشخصين زيهم اتعملوا او اتصمموا عشان يبقى ليهم مكان فيه. سنيك استغرب من كلمة اتعملوا دي، وليكويد بقى للمرة التانية جاب سيرة ان هما التوأم نتيجة مشروع سري اسمه ليزون فان تريب، واضاف برضو ان مشروع جينوم سولجرز اللي كان قابلهم سنيك في شادو موسس كانوا برضو ناتج عن استخدام جينات بيج باس، وده بغرض اضافة تحسينات لقدراتهم من خلال الجينات دي. بس للأسف سواء هو او جينوم سولجرز او حتى سنيك بيعانوا من مرض وراثي علاجه ان هما ياخدوا عينة من جينات بيج باس تاني عشان يقدروا ان هما يشفوا نفسهم من المرض ده. ليكويد لفت بقى نظر سنيك ان ميرل كانت مرميه وراه، وقال لسنيك انه لو حابب بقى يعرف هي عايشه ولا لا، ضروري بقى انه ينهوا النقاش اللي بينهم راجل لراجل قبل فوات الاوان، لان بنتاجون بعد لما عرف بتدمير ريكس والقبض بقى على نيومي هيضرب القاعده بصاروخ نووي عشان يمحي اي ادله تخص ميتال جير او التمرد اللي حصل من فوكس هاوند. اداله بقى فرصه انه يكلم كولونيل كامبل عشان يعرف منه الحقيقه، واللي وضح له ان العمليه من الاول تعتبر بالفعل تحت اداره البنتاجون، وهم كانوا عارفين ان هيحصل تمرد من فوكس هاوند، وكانت دي فرصه ان هم يخلصوا من الوحده اللي محطوطه في قلب الجيش الامريكي وتحت اداره السي اي اي. وبعتوا ميرل بقى لشادو موسس عشان لو حصل بقى التمرد ده تبقى فرصه لاجبار كامبل على انه يدير العمليه دي، وكمان يخلوا نيومي اللي هي شغاله لحسابهم تحقن سنيك بفوكس داي عشان يموتوا جينوم سولجرز واعضاء فوكس يونت اللي في شادو موسس، وبكده بقى يخلصوا بشكل كبير من جزء
يكاد يكون كبير جدا من مشاريع فوكس هاوند اللي اعتمدت على الهندسه الوراثيه، وكان بيت بقى حاول انه يساعد سنيك ويتدخل بقى باوامر تعمل عمليه لخبطه في عمليه ضرب شادو موسس بالسلاح النووي، لكن للاسف بقى تحت قياده بقى وزير الدفاع الامريكي جيم هاوسمان اتهم بقى كولونيل كامبل بالخيانه العظمى وتسريب معلومات سريه، وقرر بقى بدون علم الرئيس الامريكي يعتمد على روايه متالفه هيتم نشرها في الميديا ان ارهابيين دمروا شادو موسس بسلاح نووي كان معاهم، وقرر بقى انه ينسي في المكان ده الا اذا لو سنيك اداله الديسك اللي عليه معلومات اللي تخص ميتال جير، لكن بقى اوصلت كان اخده منه وقتها. جيم هاوزمان لما لقى بقى انه ما نجحش في انه يحاول انه يرجع الديسك ده قرر ان العمليه تستمر، وهو كده بقى خلصوا من واحد من اسود اسرار امريكا وهي مشاريع الاستنساخ بكافه اشكالها. سنيك بقى في حاله الصدمه من اللي سمعه قعد يضحك بقى ليكويد بالموقف اللي اتحط فيه وطلب منه يواجهوا بعض للمره الاخيره. الاثنين دخلوا في هاند تو هاند كومبات انتهت بان سنيك رمى ليكويد من على سطح ميتال جير، وسنيك بقى لقى ميرل على قيد الحياه وكلم اوتاكون عشان يهربوا قبل فوات الاوان، لكن اوتاكون بقى طلب من سنيك انه يهرب هو وميرل ومن مكانه بقى هيفتح لهم البوابات اللي تسمح لهم ان هم يهربوا. سنيك بقى استخدم هو وميرل نفق عشان يهربوا وكان بيطاردهم الجينوم سولجرز اللي بيحاولوا ان هم يوقفوهم، وفي وسط المطاردة دي ظهر ليكويد اللي كان لسه على قيد الحياة بعد الوقعة الوقعة دي، وفضل بقى يطاردهم لحد اخر النفق والعربيتين اتخبطوا في بعض. سنيك قام من وسط العربية بعد لما اتقلبت ولقى ليكويد مواجه سلاحه ناحيتهم، لكن في التوقيت ده ظهرت عليه اعراض مش اول مرة سنيك يشوفها. فوكس داي ابتدى بقى يقوم بدوره جوه جسمه وتسبب له بقى الاعراض الاشبه بالازمة القلبية وتسبب في موته. انتهت حياة ليكويد بشكل كامل على ايد الفيروس، وسنيك بقى لاحظ انه عدى وقت طويل على اللحظه اللي المفروض يتم ضرب فيها شادو موسس بالسلاح النووي وما حصلش حاجه. استقبل اتصال بعد كده من كامبل وقال له انه اتصل بالرئيس الامريكي جورج سيرز وشرح له كل حاجه وبدوره امر بالقبض على وزير الدفاع وامر بقى بانهاء القصف النووي لشادو موسس. كامبل اعتذر بقى لسنيك على كل اللي حصل انه ما كانش بايده واضطر انه يخبي عنه معلومات كتير عشان يعرف ينقذ بنت اخوه، وطلب منه سنيك انه يبعت حد ينقل اوتاكون من جوه شادو موسس ويكلم بقى نيومي عشان يعرف مصيره مع فوكس داي. قالت له بقى ان الفيروس مش بيتحدد له معاد يموت فيه الضحيه، فعليه ان هو يعيش اللي متبقي من حياته بشكل طبيعي لحد ما يموت. سنيك كان عاوز بقى يقولها على اخوها فرانك ييجر والحقيقه اللي وصل ان هو يقولها لها، لكن فضل ان يقولها انها تنسى اخوها وهو مات وهو بيحارب وانقذه زي ما انقذها وهي صغيره. سنيك بعد المكالمه دي مشي هو وميرل من شادو موسس، ولحد هنا تبدو اللعبه انها انتهت نهايه عاديه، لكن بعد الكريدتس كان في مفاجاه في الانتظار، وفي شخص واحد ما عرفناش مصيره بعد الحادثه دي، شخص على الرغم ان الفانز اتعرفوا عليه لاول مره في الجزء ده اول ما نزل، بس احنا عارفين بقى ازاي انه مش سهل ووراه اسرار كتير جدا في الفيديوهات اللي فاتت. اصلت باسلوب برضو كان اول مره يتقدم في السلسله، وانتم ممكن تكونوا عرفتوا معايا في الاجزاء اللي فاتت ايه هو الاسلوب ده. اصلت في الاخر بنسمع مكالمه منه بينه وبين شخص بنعرف انه كان شغال برضو كعميل مزدوج ومطلوب منه ياخد الداتا اللي تخص ميتال جير ريكس، وهو قتل دونالد اندرسون بالقصد لما عرف حقيقته، وقال بقى ان واحد من المستنسخين قتل المستنسخ التاني، كان قصده بقى على ان سوليد سنيك قتل ليكويد سنيك، بس الاتنين ما كانوش يعرفوا ان في مستنسخ تالت وهو يعتبر الافضل ما بينهم والمفروض ان هو النسخه الكامله البيج باس بالجينات السيده بتاعته وهو سوليدس سنيك، وبتعرف ان سوليدس هو نفس الشخص اللي بيكلم اصلت وهو رئيس امريكا في وقتها جورج سيرز. كده نكون انتهينا من ميتال جير سوليد 1، واستعدوا بقى لواحد من اهم فصول فترة العصر الحديث في السيريز.